هذا التصريح كان له طرفين، الطرف الأول هو إيران والطرف الثاني هو أمريكا، وأن تركيا تعارض ما تفعله أمريكا. تركيا قوة إقليمية الآن، تستطيع أن تقف وتعارض دولة عظمى مثل أمريكا الآن؟ تستطيع أن تخرج خارج المعادلة الدولية بشكل أو بآخر؟ يعني الأمر له أكثر من بعد. الأمريكان هم أنفسهم تركوا فراغ كبير في المنطقة بحجة التفرغ للصين بالدرجة الأولى والحرب الأوكرانية بالدرجة الثانية، وبالتالي كان هناك بعض التوازنات في المنطقة. الأمريكان أخلوا الساحة، وللأسف الشديد الطرف الرئيسي الذي ملأ هذا الفراغ هو إيران تحديدا، من خلال تدخلها المباشر وغير المباشر، والآن سيطرتها على القرار في 4 عواصم عربية، بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. هذه حقيقة واقعة، وبالتالي ربما الاعتراض التركي أو حتى الامتعاض التركي من التصرفات الأمريكية أو غياب الرؤية الاستراتيجية الأمريكية في التعاطي مع المنطقة نابع من كون أن الأمريكان يغيبون ثم يأتون بين الفينة والأخرى ويريدون أن يتدخلوا بطريقة ربما لا تتوافق مع مصالح الدول المنطقة. هذا الفراغ الاستراتيجي الذي تركه الأمريكان رأينا من نتائجه أن الصين كانت راعية لاتفاق إيراني سعودي، وأيضا رأينا الدول المنطقة بدأت تبحث عن تحالفات جديدة بعيدا عن الظل الأمريكي، رأينا التقارب المصري التركي وغير ذلك من التقاربات بين دول المنطقة. اعتراض دول المنطقة عموما وليس تركيا لوحدها هو غياب الأمريكان عن أي فعل بحجة الانشغال بالحرب الأوكرانية والتركيز على الجبهة أو الصراع مع الصين، وهذا مقلق. لكن التدخل الأمريكي يعني يتسبب في آثار سلبية على اقتصادات المنطقة، كون أمريكا بعيدة. هذا منطق الاعتراض الذي أبداه مستشار الرئاسة التركية السيد إبراهيم كالن، وبالتالي هذا دفع دول المنطقة بأن تتخلص من أشواكها بأيديها. على سبيل المثال للحصر، هو ضرب مثال F-16، تركيا تطالب بموديلات جديدة من المقاتلة F-16 والتي هي تشارك في تصنيعها. F-16 هي طائرة الناتو، وتركيا عضوة في حلف الناتو، وتريد تحديث الأسطول الجوي الذي بحوزتها، لكن الأمريكان يماطلون تارة بالكونغرس وتارة بربها بشروط لا يمكن أن تقبلها تركيا. وبالتالي قال المستشار بأننا صرفنا النظر، يعني كان حصل وأمريكا قدمت لنا تحديث للF-16 أو باعتنا طائرات F-16 محدثة فبها ونعمت، لكن إن لم تفعل ذلك فنحن ماضون في الاعتماد على أنفسنا وتحديث تقنياتنا العسكرية. وبالتالي الاعتراض على الطرف الأمريكي من قبل أنقرة هو أن أنقرة هي حليف استراتيجي نظريا، لكنها وقت الضيق لا تتصرف بما يجب أن يتصرفه الحليف.